وسهلا فيكم مشاهدينا وين ما كنتم، رمضان مبارك وكل عام وانتم بخير. برنامج جديد موعدنا شباب في رمضان هيكون يوميا من الساعه 6 للساعه 6 ونص للساعه 8 بتوقيت السعوديه. تابعونا طول شهر رمضان يوميا على تلفزيون الان. طبعا احنا البرنامج كله شبابي، هيطرح فيه مواضيع شبابيه جميله، هنتكلم في مواضيع تهمنا وتهمكم ونقعد ندردش فيها بطريقتنا عشان نحاول نوصل معلومه بطريقه فكاهيه. اضافه طبعا الى سكتش هيكون معانا وهنتناقش فيه مشاهدينا وهنتكلم على السكتش ده حصل فيه ايه. رمضان معكم راح يكون مميز بشكل كبير السنه دي على تلفزيون الان، وانا مش لوحدي، انا معايا ثلاث بنات اذكياء جدا 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 وهسيبهم دلوقتي يعرفوكم بنفسهم بعد ما اقول لكم ان انا اسمي محمد عنبة. شكرا على طرحك لذكائنا. معكم ريم المبيض، ان شاء الله هيك رمضان كريم عليكم وعلى اهاليكم، وان شاء الله تنبسطوا بهالبرنامج. انا شهناز سليم، كل عام وانتم بخير وان شاء الله ينعاد عليكم بالصحه والسلامه. كل عام وانتم بخير وينعاد عليكم الشهر. معكم مها محمد. احنا في اول ايام رمضان ولسه فطرانين، وكتير مننا بيعاني من بعض المشاكل في رمضان. اول حاجه بتكون الصداع، يعني الصيام عشان بتختلف فيه الطريقه بتاعتك بتاعت الحياه بتاعتك، سواء بتصحى تشرب كافي، بتاكل حاجه معينه، بتدخن، كل حاجه بتتغير فجاه. فالصداع هو اللي عايزين نتكلم عليه. وانا كنت بقول لك نكته من قبل ما نطلع اللي هي بتاعت لو الصداع راجل كنت قتلت كل والله لو كل شيء راجل كنا قتلنا من البدايه بالنسبه لي. بس انا بالنسبه لي شخصيا الشوكولاته، شوكولاته، شوكولاته، السكر، بمعتقدي صراحه السكر وانخفاض نسبه السكر بالدم والجلوكوز احدى اسباب انه الواحد تجي صداعات مختلفه خلال وقت رمضان، وخصوصي قبل الافطار بشي ساعه ساعتين، لانه خلص بيكون كل الطاقه اللي اخرجتها او انتجتها الخلايا الدماغيه اشتهكت بتروح. لا انا اشوف نقص النيكوتين، يعني صح نقص السكر ياثر على الناس، بس احس النيكوتين هو من الاسباب الاكثر اللي تسوي للناس صداع. صحيح. يعني اللي متعودين على التدخين وانه كل يوم سيجاره وكل يوم كل ساعه مرات اكو ناس ما يقدرون بدونها، فمن هذا الشيء يختفي عنهم بشهر رمضان يبدا الصداع وتبدا العصبيه، فاحسهم يعني ما متعودين بعدهم سبيشلي اول ايام. انا بالنسبه لي اهم شيء في الحياه القهوة. كل الناس يعرفون القهوة، يعني حقيقي خصوصا يعني أي شيء أنت تتعود عليه في حياتك سواء القهوة، السجاير، يخليك إذا راح خلاص يصير عندك تعصب لا إراديا يعني. فأنا بالنسبة لي من الناس المدمنة على القهوة، وصراحة الكومبينيشن كمان تبع القهوة والسيجارة أنا بقول كثير، يعني ناس متعودين عليهم اثنيناتهم سوا، يعني يدخن ويشرب قهوه فاثنيناتهم يروحون. هو التعود بشكل كبير، ناس كتير متعوده على حاجات كتير، في ناس مش شرط تكون القهوه هي السبب، ممكن يكون يعني فطار الشاي طبعا. بس احنا في مختلف الاذاعات، في مختلف المواقع الاخباريه والاعلام، كنا عاملين نحذر والناس عماله تحذر، هدوا شويه عشان تستعدوا لاول يوم وصداع اول يوم. يعني على الاقل قبل فتره قبل رمضان باسبوع اتليست يحاولون يخففون من التدخين او من القهوه حتى ما تصير صدمه عليهم اول ايام. صح. بعدين هذا غير الشغل والاجهاد اللي يصير برمضان بدون الاكل والمي، فيأثر على المخ، يعني واحد ما يقدر يسوي شيء. ليش انا بعمل عكس البشر؟ قبل رمضان بحس حالي بدي اشرب قهوة أكثر مشان قال يعني إني أنا أتعود على أخزن زي كذا كأنه نهاية العالم، عرفتي أنه لازم أشرب قهوة، الدنيا بيخلص فيها القهوة. بس في ناس كتير في السحور بتاخد بالها مثلا إنها تاخد أسبرين أو حاجة للصداع، في ناس كتير مثلا بتحاول. هو تغيير مواعيد الأكل وحياتك والروتين يأثر طبعا. بس هو الفكره كلها انه اول يوم بعد ما بيعدي خلاص بقى الدنيا بتحس انه يعني حتى الاجانب اللي متواجدين في بلدنا الحبيب الامارات، احنا عايشين بنشوف جنسيات مختلفه، في ناس يعني بيحاولوا يشوفوا الصيام بيجربوه بيتعبوا اول يوم بعد كده، هي يعني هي بس زي ما بقول لك اختلاف نمط حياه معين بيؤدي للصداع او بيؤدي للارهاق. خلينا نقول برضو في ناس ممكن ما يجيلهاش صداع، يجيلها ارهاق. صح. ونسينا عن موضوع الجفاف
الجفاف والمي يعني واهم اساس الحياه ولا شربه المي اللي ممكن تصير خلال شهر رمضان اللي من الناس اللي مثلا ممكن تكون صامت الايام اللي قبل رمضان مثلا نص شوال او ممكن تكون عدت نفسها بشكل كبير ان هي تبقى جاهزه للصيام فده اللي المفروض كان الواحد يعمله صح. يتمرن حتى لو هتصوم للعصر حتى لو فاهم قصدي انه ما تواجهش فجاه تغيير صدمه على الجسم بالظبط لانه في النهايه الصداع زي ما بقول لك انا بقول له في الطريق يعني وانا جاي كنت بحكي له انه لو انت راجل اطلع لي بره انا هعرف بس اكو ناس يعني راسا على وقت الفطور ما يفضلون الاكل يفضلون التدخين والقهوه او صح. هو الشيء اللي تعودوا عليه هو اول شيء يسووه بعدين يرتاحون بعدين يبدي موضوع الاكل اصلا يعني الحمد لله الوالده اولا بتحط لنا الاكل بعدين هي خلاص تختفي شوي على القهوه بالاول وبعدين عند القهوه شيء اساسي بس عارفه بقى مين اكتر ناس ما بيجيلهمش صداع في اول يوم اللي مواكب على ممارسه الرياضه صح بشكل كبير الدوره الدمويه عنده تمام وبينزل واتمرن النهارده هتلاقيه ولا حصل له اي حاجه يومه كان عادي جدا لانه الرياضه بشكل كبير هي اللي هتخليكي انا بحس انه مثلا لما تمارسي رياضه لفتره كبيره اللي بيعاني مثلا من بعض الارهاق في حاجات معينه اللي عنده صداع اللي عنده اي مشاكل بتلاقي على طول الحاجات دي في ناس كثير ينتهزون بالذات يعني شهر رمضان عشان يضعفون يروحون الجيم الكارديو في ناس اعرفهم دائما يلعبون كارديو يعني اللي هي رياضه المشي قبل الفطور بنص ساعة عشان يخسر وزن أكثر أنا أشوف كنصيحة للمشاهدين يعني اللي دا يحس نفسه يقدر يكمل نص يومه بدون التدخين يعني ممكن هاي تكون فرصة أنه هو يبطل فيصير يخفف مثلاً ورا الفطور يخليها سيجارة سيجارتين وبهذا الشهر ممكن تكون نهايته أنه هو مو مدخن مزبوط وبالنسبة للسحور يستهلكوا الفيتامينات الموجودة بالفواكه انا برايي بس على وقت السحور ياكلوا من ياكلوا فواكه مشبعه بالفيتامينات اللازمه اللي هي تكفيك طول النهار بالطاقه انتوا شايفين احنا عاملين مشاهدينا نحاول بشكل كبير ان احنا نوريكوا ازاي تعالج وازاي الصداع جه وبس احنا بنتكلم بطريقه يعني مش مرتبه عايزين هو الفكره كلها ان احنا بندردش في نفس الدردشه اللي بتكون موجوده في اي ناس شباب قاعده في اي كافيه في مطعم بنتكلم بنطرح الموضوع بس احنا شويه انا قريت مثلا كام دراسه عن القهوه ناس يقول لك 3 فناجين قهوه يوميا ده بيقيك من امراض كتير صح. ودراسه عمل صح. وناس عملت دراسات تانية اكتشفت ان القهوه لا دراسات القهوه عندي لو سمحت لا تعدي على تخصصي لين هنا وستوب احكي عن القهوه اكثر لا لا فعلا هو كذا دراسه قالت ان شرب 3 أكواب من القهوه يوميا تقيك من امراض كثيره منها امراض القلب وتصلب الشرايين بالإضافة إلى أنه في دراسات تقول أنه شرب القهوة يساعد في خفض الوزن فهذا شيء حلو هلا مزبوط ومنها في سكربات للجسم بتروح منها الستريتش مايكس وما اختلفنا بس في دراسة من فترة طلعت وطلع عليها فيديو كامل على الفيسبوك أنه 3 فناجين قهوة باليوم مثل كأنك عم تدخني ماريجوانا والله شوفي نسبة الماريجوانا ما صرنا نعرف عرفتي في دراسات تقول كذا ودراسات تقول احترنا يعني بس أنا طبعا أي شيء مفيد الأكثر منه حيسوي مضر بالنهاية لازم فعلا تاخذ شهناز دائما 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 تخلص بي يعني حكمة سكتينا طب يعني هنتكلم او كنا بندردش على الصداع بس اول يوم رمضان عايزين نفتكر كده بسريع عن اول حاجات يعني انا امبارح سمعت كام اغنيه دخلوني مود رمضان برضو شفت في الشارع زينه خلتني احس برمضان في لقطه بتاعت فيلم احمد حلمي اللي هي كانت في فيلم اكس لارج لما كان تخين هو وفجاه شاف الفانوس وفجاه اتخض والحته اللي بقى ما اكلتش رز الحته دي بجد هي رمضان يعني هو بيشرح فيها اللي بيحصل لنا كلنا لان انا الصبح عندي في البيت كيس شيبس كده يعني ببص عليه عارف ان هو وحشتني مع انه كان مرمي قدامك اكيد قبل أيوة. ولا الهوا بس لما عرفت انه حرمت منه فصار لك ده يعني ما هو موجود هي زي ما هي بتقول هو موجود ولا تقربي له بس النهارده حلو في عيني سبحان يعني الله بالضبط هي اشياء صغيره يعني تذكر الواحد برمضان يعني احنا البارحه مثلا كنا معتبرين يوم عادي بعدين تبدي تشوف الدعايات مثلا او الاغاني او بالشوارع الزينه فتحس انه صدق الشهر اجى بس هو مين متفق معاه انه بينظم لنا الحياه صراحه جدا يعني صراحة. الناس كلها راجعه امبارح راجعه النهارده الصيام الناس كلها راجعه
راجع في ميعاد في الاسره هتجتمع النهارده كلهم هياكلوا صح. الحاجات بقى اللي هي هذه احلى شيء في رمضان صراحه هو ان الفطور دايما يكون عليه الاهل والاقارب وزي كده. طب وغير كده مش بتحسوا ان الناس ملتزمه في مواعيدها العاديه؟ لو عندك ميتنج لو عندك حاجه مهمه بتلاقيه ملتزم. حسن ملتزمون لأن أكو أكل بالموضوع أكو أكل صح على المغرب فيلتزمون يعني أنا بدي لحق حالي أرجع على جمعة العائلة والأكل طبعاً قبل جمعة العائلة أنا عالجوع بس أنا عن نفسي مثلاً برمضان حتى بحس أنه بيبقى أنه الدنيا فاضية كتير لسه ومواعيد الشغل بتختلف من موظف لموظف فمشان هيك بتلاقي العالم أكتر بريسايس بوقتها بس انا مع شهناز بفكره الاكل لانه كلنا في اكل فكره الاكل بنفكر بالاكل كلنا نفكر بالاكل احنا اتكلمنا على الصداع واتكلمنا على ازاي رمضان بنحس بيه واتكلمنا كمان على انه رمضان بيخلينا منظمين اكتر وبينظم لنا يعني هنتكلم اكتر على حاجات ليها علاقه برمضان وليها علاقه ب يعني لسه عندنا السواقه التغيير اللي بيصير لسه عندنا اشياء كتير حلوه لانه رمضان صراحه هو بهجه يعني انا شايف الفيسبوك السوشيال ميديا كلنا ناس بجد فعلا طول السنه ممكن ما تكونش نزلت بوست جي على رمضان رمضان عرفت من قبل رمضان ينزلون الاشياء الفوانيس ورمضان كريم وهذه الاشياء يعني استعدادات صراحه مره حلوه كم حد عمل لكم تاج في حاجات بقى اللي هي اللي تلاقي منزل صوره احنا البروتوكول يمكن ما فتحته بس الصوره نفسها تصلك ويدزون للكل لا بس انا شايف في ترند جديد كده الناس بتبعت فويس نوت متسجله فيها كلام حلو يعني في حد مسجل فويس نوت بروفيشنالي دون يختصر انه لا هذا الجديد ده ما وصلنيش هذا الجديد ده ما وصلكيش بقى ما وصلنيش بقى هذا الابديت الجديد هذا الابديت الجديد ما وصلنيش بقى طيب احنا زي ما قلنا كده معاك واتكلمنا على الصداع عشان هو اكبر موضوع بيتكلم فيه الناس كلها في اول يوم في رمضان احنا حبينا ندردش معاكم فيه بس لسه عندنا مواضيع كتير شيقه وكتير حلوه ومش عايز اتكلم كلام تقليدي وكليشيه كتير شيقه والكلام ده احنا اربع شباب قاعدين نتكلم معاكم مواضيع حلوه هنتكلم بعد شويه عن السواقه والعصبيه في شهر رمضان ازاي نتجنبها اللي بيحصل ويعني ايه اللي المفروض نعمله في اول يوم وغير كده بعد اول يوم طبعا نشوفكم تاني مشاهدينا بعد البريك ويعني كنا قاعدين بندردش شويه قبل البريك وبعد البريك وجوه البريك عمالين ندردش مش عارف هم ما كانواش صايمين النهارده ولا ايه مش قادر ارغي بس يلا وعايزين نتكلم على السواقه والعصبيه الموضوع اللي قبل البريك قلنا لكم انه مع دخول شهر رمضان انتوا عارفين بقى بيبقى في شويه دربكه كده اول يومين سلوكيات بتتغير قبل موعد الفطار بتلاقي الناس شويه بس في حاله من حالات التصابق واليوم تحديدا اول يوم اليوم تحديدا اللي هو مش مفهوم ليه ما مفهوم نهائيا هو مثل ما قلنا تغيير النمط مع الحياه ده يصير اشياء مفاجئه للناس بس على الموضوع السياقه هو ريليتد للصداع وللجوع ولهي الاشياء فالواحد يبدا يتخبل يعني من يسوق بس يريد يوصل للمكان اللي هو يريد يروح عليه حتى ما يروح عليه شيء ويبقى يومه منظم ويوصل للاكل بالليل بس انا ما عم بفهم يعني شو فرقت يعني إيه ما اذا عملت هيك بالطريق يعني مثلا هي ما رح يوصل قبلك صداعك يعني شو لا بيوصل البيت قبلك بالنسبه له انا ما كنت رايح على البيت طيب خلينا نبتدي بالدراسه اول حاجه الدراسه في معظم البلدان العربيه نبتدي بلدنا الحبيب الامارات بشكل كبير بسبب الوعي صحيح. ونشر الوعي صحيح. بشكل كبير قلت نسبه الحوادث وتعرف امتى مواعيد الزحمه فتم تجنبها عن تغيير مواعيد العمل وامتى القطاع الخاص يخلص وامتى القطاع العام لحد ما طبعا يعني تلاشت المشاكل بشكل كبير بلدان تانية مصر مثلا انا عارف ما زالت المشكله موجوده وبيبقى فيه برضو الزحمه الناس بتحاول انها تتجنب المشاكل اللي بتحصل قبل كده بس الدراسات اللي موجوده عندي او الدراسه اللي قريتها النهارده كانت بتتكلم على انه يوم الثلاث في الامارات هو ازحم يوم ازحم يوم اشمعنى ده يمكن بالضبط نص الاسبوع انا مش هخرج الثلاث طب بيتنا بس لا مثل ما قلت هو موضوع التوعيه اللي بالامارات اللي دي يصير يعني غير الرادارات المخالفات النظام يعني مو طبيعي فالناس كلها ملتزمه بشيء واحد ويعرفون شلون يسوقون بس همنا مثل ما قلنا انه برمضان ده تتغير عليهم اشياء فيبدون يتنرفزون من اي شيء
وأنا صراحة من الناس اللي أصلاً أتنرفز بالسواقة رمضان أو مو رمضان، فأحس بهذا الشهر يعني سبيشالي تصير الناس تنرفزني أكثر أكثر من قبل. بدنا نطول بالنا لا بس هما الستات بتتعصب اكتر ولا الرجاله؟ الستات طبعا. لا الرجاله كل حاجه. انا بالنسبه لي الستات يتعصبون اكثر. لا احس اثنيناتهم يعني اكو بالانس بالموضوع. لا الرجاله انا صايمين انا بدي الوم الرجاله انه هو كده وخلاص. اليوم بس تريد تلوم الرجاله على ايش؟ انا اعتقد لتجنب العصبيه في الصيام والكلام ده كله حاول ان انت ما تبقاش متاخر عشان ده هيساعدك انك تتعصب، فلو انت عندك معاد ما تستعجل انزل بدري شويه، فده يعني لازم تبقى محدد مشوارك مثلا هياخد ربع ساعه يبقى قبلها بربع ساعه بجهز، لو عندي طفل بجهز اكتر يعني. خلي بالك هي الفقره اللي هي ما بين قبل الفطار للمغرب اللي هو بعد ما رجع من الشغل نازل بقى عايز يروح يفطر مع اهله مع قرايبه مع معزوم، هنا بقى بيحصل ما يريد يتاخر عليهم يعني يطلع هو ما محترم المواعيد. حتى اذا كان بالعائله يعني انت كنتي تقولي لي اليوم انه بعائلتك هذا الشيء انه لازم على الوقت بالضبط كل واحد يكون موجود على الطاوله مال الاكل وياكلون سوا، فالواحد يستعجل يعني يقول هسه عائلتي كلها ما راح تاكل بسببي لان انا متاخر. بلس انه الواحد لازم يكون مره حذر يعني خصوصا في رمضان يعني بزياده عن الايام العاديه، لان ممكن الانسان اللي قدامك اللي يسوق يكون عنده مثلا هبوط في السكر اي شيء التركيز، فبالتالي تركيزه يكون مره قليل، فانت لازم تكون حذر اكثر عشان تتفادى طبعا وقوع الحرائق. بس انا اشوف الحلو بدوله الامارات اكو مثل حملات مع الناس اللي هم بالسياره بوقت الفطور، فتلاقي على الاشارات اكو ناس شباب صغار يعني يوزعون اكل او تمر او مي، فحتى انت تكون يعني ما خايف حتى اذا راح عليك الفطور اكو ناس يوزعون عليك اكل على قليل تمر ومي. هي موجوده في مصر بس في حاجه بتضحك جدا بتحصل في مصر، هو بيرميها في الجوه العربيه بتلاقي من كتر ما هو عايز يعمل الخير الولد الصغير من قلبه الخير من قلبه اوبا تلاقي التمره في عيني اوبا شكرا حضرتك فطرت انا كده سيبني في عيني. لا بس هي طبعا من المظاهر بتبقى حلوه جدا، اعتقد ان هي في بلداننا العربيه كلها موجوده، تلاقي الناس نازله معها كيس تمر مع عصير مع ميه لانه عارفين انه مثلا انه ممكن في حد ظروف شغله مؤخره شويه عن الفطار. صح. بس في النهايه العصبيه والسواقه قبل الفطار ملهاش لازمه. لو هتاخر خمس دقائق هو مو نهايه العالم. بالظبط. ودي حاجه مطلوبه يعني تتقال كمان للعازم، لو انا عازم ناس اتقبل تاخرهم شويه برضو، دي تكون من عندي كده حته سنس يعني. لانه احنا عارفين ان المواعيد زي ما بيقولوا كده ايه اتيكيت ليكي 15 دقيقه تتاخري بعد كده انت مش انت كده متأخر. بعد كده زودتها بيسموها الاكاديميك ليت. بعد كده ما انت بتتكلم بالاتيكيت. انا ايه حضرتك بتتكلم بلغه الاتيكيت يعني شويه كده شفت كام فيديو على اليوتيوب كانوا جايبين فيديو، انا هرجع تاني موضوع العصبيه بس كانوا جايبين فيديو ازاي المفروض الناس تشرب الشوربه ست يعني المفروض ان انت من الصحن بتبتدي تمسكي المعلقه والراجل عادي يمسكها بطريقه لا الراجل لا هي الفكره كلها ازاي تشرب الشوربه انه المفروض تاخدي المعلقه من اول الصحن تمشي بيه ومن هنا صار كلاس اتيكيت بس ده بقى بيسبب عصبيه اكتر من السواقه. لا وقشر الموز كيف بيتقشر الموز بطريقه الاتيكيت ما بعرف صراحه حاولت اني استوعب الفيديو بس ما قدرت استوعبه صراحه. اكتشفت ان احنا بنقشره غلط، المفروض بنقلب الموزه وهو لا بشوكه وسكينه ومدري كيف بالشوكه بتمسكها او صار حتى الموز بالشوكه وسكينه حتى الموز بالشوكه. طب احنا نرجع للعصبيه والسواقه زي ما بقول لكم هو تجنبها اعتقد انه يبقى الناس كلها فاهمه انه ممكن تتاخر، انت كواحد متاخر لو في حاجه طبعا تبعت رساله سريعه تتكلم تقول يا جماعه أنا وغير هاي الاشياء صحيح. يعني الواحد المفروض يفكر بحياه الناس مو بس بحياته، يعني مو اني اكون بالطريق بس دا افكر انه اني متاخره او عائلتي دا تنتظرني، زين اكو ناس بالشارع همين عائلتهم تنتظرهم ممكن يصير لهم شيء بسبب السرعه. يا ريت هذا الشيء يكون بجميع الايام يا ريت هذا الشيء يكون بجميع الايام يعني مو بس برمضان. طبعا يعني الواحد ما بيخلى الامر من الطيش، بس مثل ما قلت نحن بنشكر دولة الإمارات على نظامها والتوعية اللي بتعمل تجاه والعقابات للطيش اللي هي بدون اللي عقابات أصلا ما كان صار أكو نظام فعلا. الحاجة الجميلة كمان بتلاقي الإذاعات كلها مشغلة قبل
الفطار قرآن حاجات، فدي بتساعد على ان الواحد يهدى برضه اعصابه. هي اعصابه اسمعها ريلاكس يا جماعه، انت مش محتاج تبقى مهايبر، بس هي الفكره كلها الجوع. طبعا انا النهارده ما جوعتش، حد فيكم كان جعان؟ يعني شويه اخر ساعه. لا انا مو جوع اكتر من عطش صراحه. هو العطش اكثر شيء. عطش ها؟ ممكن ده يكون بيسبب عصبيه في السواقه برضه، عطشان هو بس اذا واحد احس بس اذا متاخر على شيء يبدا يعصب، بس اذا عنده وقت يكون مرتاح لانه اصلا ما حيروح على شيء. او اذا كان عندي صداع ومعلقه بالزحمه اكيد 100% اكيد رح اعصب اكيد. الفكره كلها انه انا دلوقتي يعني لو انا عايز الخص الصداع والعصبيه اللي احنا كنا بنتكلم فيها كلها، احنا بنحاول نتكلم فيها بنوعي نفسنا ونوعي المشاهدين وبنتكلم معاكم عشان احنا عايزين نتخلص بشكل كبير من العادات والسلوكيات اللي بتاثر على موضوع العصبيه والصداع. فاحنا طرحنا كم موضوع، قلنا الميه، الكافيين، النيكوتين، حكينا عن انت لو مستعجل لو متعصب. في حاجه تانية حاسس ان احنا ما قلناهاش مثلا، انه ايه اللي بيسبب عصبية تانية؟ ان انت حد عملك مشكلة في الشغل فانت نازل متعصب. لا اهدى خلاص الشغل خلص برضو، لان ما تتأثرش. احس الناس اصلا لانه هم حاطين براسهم انه اليوم رمضان واني جوعان او اني رايح عليه هواي اشياء راح اعصب على اي شيء يصير، فتلاقي انه شيء بسيط جدا صاروا اياه بالشغل، بس لا يعصبه اكثر لانه هو حاطه براسه انه رمضان وانا معصب وخلاص لا حد يحكي وياي. ما انا عايزه افهم انه اول يوم شغل بلاش عصبيه يا جماعه، نهدى عشان ده هياثر على عصبيه السواقه، فممكن تكون من اقل الاسباب. وين الشغل وين الشغل النفسي؟ انت ملك الشغلات النفسيه، كل ما بنحكي بشيء هو اصله نفسي يعني صح. هذا السايكولوجيكال مايند تبعك ما بعرف شو، فخبر الجمهور ارجوك اذا بتريد عن نفسيتك الرائعه. بصي انا بعد بريك نيوز اللي هنطلع له دلوقتي هرجع وارد عليها بكل ما تحمل. ما هيطلع بايدك بريك نيوز، هنطلع ونرجع لكم تاني مشاهدينا. رجعنا لكم تاني مشاهدينا بعد الفاصل الإخباري، وعرفنا شوية أخبار مهمة، بس تعالوا بقى نرجع تاني نتكلم في موعدنا شباب عن كل المواضيع اللي ليها علاقة بالشباب. وعلى فكرة البرنامج هيكون زي ما قلت لكم من 6:30 ل 8:30 توقيت السعودية كل يوم على قناة الآن طول شهر رمضان. محضرين مفاجآت ومسابقات ومواضيع حلوة جدا، هنتكلم على المسلسلات، هنتكلم على كل حاجة بتخص شهر رمضان. بس احنا النهاردة مبتدئين معاكم واحدة واحدة، ابتدينا بالصداع بعد كده السواقة، بعد كده هنتكلم دلوقتي على ازاي بنتبادل بقى الثقافات في شهر رمضان، بتشوف العادات، الاكل، المناسبات، الزيارات، خصوصا اللي عايشين مثلا في بلد زي بلدنا الحبيب الامارات، بنشوف جنسيات مختلفه عايشين كلنا في بلد واحده، فبتلاقي كميه ثقافات مختلفه موجوده في البلد. عزومات الافطار بتتعمل ازاي، الاكلات عامله ازاي، كمان اختلاف رمضان من سنه لسنه هنتكلم عليه. قبل كان من 10 سنين مثلا رمضان كان شكله ازاي، دلوقتي بقى عامل ازاي مع التكنولوجي والسوشيال ميديا والحاجات دي كلها. هنطرح شويه مواضيع كده ونتكلم عليها انا وريم ومها وشهناز. المهم انك قلت اسمها صح، بس احنا حنخلي موضوع ثقافات لشهناز لانه شهناز انسان مختص بالثقافات. انا اول شيء اريد اقوله هو انه رمضان صدق اختلف من عن قبل، يعني صح. من ايام الطفوله انا كنت اشوف رمضان كل شيء طول، يعني هو شهر بس كنت احسه يعني تحس بيه يوم بيوم، او مثلا قبل ما كان اكو انترنت، ما كان اكو عصر السرعه اللي احنا بيه هسه، فكنت تحس بالوقت يعني من تسوي اشياء بوقت الفراغ غير من هسه تلزم تليفونك ساعه، بس هي اكشلي 4 ساعات انت صالك على التليفون. فاحس هذا الشيء اثر علينا، يعني صرنا نحس رمضان يجي ويروح بيومين عبالك مو شهر. مظبوط. الفكره كلها تعالوا بس نسترجع رمضان زمان، فوازير طبعا احلى شيء كانت مثلا الفوازير. فين الفوازير دلوقتي؟ احلى شيء انا عايز اعرف فين الفوازير، ما بتعملوش فوازير ليه؟ بتطلع من الفوازير انت نيلي وشريهان. انا هقوم بدور نيلي وشريهان. لا انت قوم بدور اخر. كان في زميل غانم فطوطه طبعا، دي كانت احلى الفوازير، فاختفت بقت البرامج مستبدله طبعا المسلسلات. مسلسلات لسه في برامج المقالب استاذ رامز. صحيح. والبرامج ممكن الناس بداوا يحبون فكره المسابقات اكثر من الفوازير، انه هم يحزرون شيء وبالتالي ياخذون هديه، ياخذون شيء. يعني بطل موضوع انه بس فوازير، انه بس اطلع لك فزوره او حزوره،
على التلفزيون وبس احضرها وخلاص، لازم اكو هديه بالموضوع. احنا الفكره الحافل عايز الجايزه خلاص. الفكره كلها كمان في الفانوس مثلا، في مصر الفانوس كان ليه شكل تقليدي، دلوقتي اتفرجي على شكل الفوانيس، في فانوس دلوقتي محمد صلاح مثلا بسبب تاثر المصريين بمحمد صلاح. بالعكس هذه اشياء جديده كل شويه، احنا بنتكلم على بالضبط مصر يعني مره مبدعين، كل شويه يطلعون لك اشياء جديده، اشياء مره حلوه بالنسبه لي. تحسهم دا يواكبون العصر السرعه يعني، يسوون اشياء مودرن اكثر من الاشياء القديمه. حتى صحيح في اشياء شعبيه مره يعني هي تعتبر من الاشياء الحلوه زي المسحرات في مصر. طب كل واحد بيقول عاده من العادات يعني السعوديه والعراق وسوريا ومصر، وانا عارف كم عاده كمان من تونس، ومن يعني نتبادل دلوقتي عادات رمضان. قول لنا حاجه. يعني طبعا احنا على الفطور اول شيء نسويه عندنا القهوه والتمر، هذا اول قهوه نتقهوه اول شيء، وبعد كذا فين يروحون يصلون المغرب يرجعون، طبعا هذا اسمه الشوط الثاني، يبتدون هنا ياكلون سمبوسه شوربه، بعد كذا يجلسون الحلا، بعد كذا طبعا بعد شوي طالعوا المسلسلات، بعد كذا تجي صلاة التراويح. يعني احس هذا الشيء يعني باغلب البلدان او اغلب الثقافات هو موضوع ان الاكل بعدين المسلسلات، يعني تحس اكو ترتيب بالموضوع مثل ما قلنا اول شيء. بس بالنسبه لي انا ما جربت رمضان ببلدي العراق لان كنت صغيره، فما اتذكر كلش يعني الاجواء شلون كانت. بس بالنسبه لي هو رمضان عباره عن العائله، يعني الواحد يقعد ويا عائلته يشوف الاقارب او يزورهم، يعني تحس بهذا الشهر تكون عندك فرصه انه انت تشوف الناس اللي صار لك فتره ما شايفهم، سبيشلي الفاميلي. وانا مثل شهناز ما يمكن مره واحده بحياتي صايمه بسوريا، ومثل ما بمصر مره كنا عم نهض، يعني كان عندنا هذا الكونفرزيشن انه نحن عندنا مسحراتي بسوريا، بس المسحراتي بسوريا غير عن مسحراتي بمصر. ايوه بصحيك على المضبوط، مسحراتي اللي بسوريا. بس انا طول عمري انا خلقت هون بدوله الامارات العربيه المتحده، ربيت هون، تخرجت من هون وتعلمت من هون، واكثر شيء حبيته هون انه بوحدوا الثقافات مع بعضها. صح بالضبط، السوري مع العراقي مع المصري مع مع المواطن، مع كل الثقافات المختلفه دائما متجمعه مع بعضها، وما بتحس في اختلاف ما بيناتها، بالعكس بتحس انه في العالم عم بتشوف بعضها، بتقعد مع بعضها مشان تتعرف على الثقافه او الكالتشر الثاني اللي هي فيه. اي يعني معنى هذا اكثر شيء حبيت، ربينا ببلد غير بلدنا بس ما بنحس بالنقص. بالضبط، بنحس العادات بلد ثاني يعني يعتبر البلد الثاني. الفانوس فوانيس موجوده، شفنا الزينه عامله ازاي زي في كل البلدان العربيه، شفنا المدفع مدفع الفطار. هذا الشيء الوحيد اللي انا يعني صدق فرحانه انه بقى هو المدفع، انه بعدهم بيستعملوا ما دا يسووا شيء جديد. في كمان من العادات عندنا غير المسحراتي، احنا عندنا مثلا المشروبات اللي بتظهر بس في شهر رمضان زي مثلا قمر الدين، انا ما اعرفش ليه بيختفي بقيه السنه يعني. البيمتو مثلا هذا في السعوديه مره، البيمتو يعني هو شيء اساسي، انا حاطه من الدعايات بالسعوديه. لا لا مره البيمتو ما يطلع الا في رمضان. في كمان عندنا ايه من المشروبات، السوبيا بقى والعرقسوس والكلام ده كله برضو بيظهر، بتحس انه بيقضي على المنتجات اللي هي المياه الغازيه، بيقضي عليها بشكل كبير، وتلاقي بقى بيظهر المشروبات المختلفه. من الحاجات اللي انا بحبها انا قمر الدين، بس عندي سؤال يا جماعه ليه ما بيظهرش بقيه السنه، بيروح فين؟ وطريقه عمايله طبعا ليها شكل، وتلاقي الوالده مثلا تحب تعمله يدوي في البيت او هوم ميد. يعني اكو ناس حتى ابسط الاشياء ما تخطر على بالهم غير بشهر رمضان، يعني انا من الناس اللي ما اكل تمر الا بشهر رمضان، ما اعرف ليش يعني ما اتذكره اصلا التمر، يعني التمر ولا شيء، التمر لازم اكله، ما بعرف كانه خلق تمر لين اكل برمضان، ما بعرف. لا الحمد لله احنا ناكله طول السنه. اي هو الا فوائد يعني معروف انه لازم اتليست باليوم 3 تمرات، بس ما اعرف انا اتذكره بس بشهر رمضان. لو سمحتي تمرتين تمرتين الثالثه بيصير فيها زياده وزن. زياده لا زياده وزن هي 3. في احلى حاجه ان الناس عماله تخش على الان دلوقتي، ممكن تروح على السوشيال ميديا بتاعتنا على قناه الان تتفاعلوا معنا. صابرينا بعتالي مثلا بتقول ان هي الموضوع اللي كنا بنتكلم فيه من شويه ان الصداع هي بتعاني منه طوال شهر رمضان، فاحنا اتمنى ان احنا اللي قلناه لك النهارده شويه يكون ساعدك ان انت يعني بشكل كبير تتفادي كل ما ممكن يوجد الصداع عندك.
دلوقتي بنتكلم بقى في موضوع اللي هو العادات والتقاليد. ابعتوا لنا منين بتتفرجوا علينا عن العادات بتاعتكم وحاجه، احنا بنحاول نفتكر كل حاجه، احنا طالعين عشان نتكلم في عادات رمضان. يلا شيك يعني شيك خش على طول. انا هخش على طول بقى. انا متهيألي في عادات مثلا برضو عند دول افريقيه اسلاميه ليهم عادات مختلفه خالص. اكيد في دول في اسيا هتلاقي ليهم عادات مختلفة خالص وليهم حتى ساعات الصوم عندهم تختلف. وبيظهر عندهم برضو أكلات ومشروبات معينة، بس مش هتلاقيها غربية، هتلاقيها فعلا قريبة من عاداتنا الشرقية وقريبة من أكلنا وشربنا. نرجع برضو الموضوع، رمضان اختلف من إيه لإيه من السنين اللي فاتت؟ قلنا السوشيال ميديا والتكنولوجي، التطبيقات اللي بقت تساعدنا بشكل يعني كبير. هذا الموضوع هو تحسه ساعد بس بنفس الوقت أثر يعني إيجابياً وسلبياً برمضان. بس إذا حنفتح موضوع أسئلة. السوشيال ميديا لازم أنا أتدخل لأنه صراحة أحس يعني أكو تطبيقات صدق بدها تساعدنا بشهر رمضان أنه تسهل علينا حياتنا. مثلاً الأذان، يعني إذا إحنا بمكان ما نقدر نسمع المسجد أو المؤذن فيطلع لنا مثلاً مثل الألارم أنه خلص هسه أذان المغرب تقدر تأكل. وأكو التطبيقات مع القرآن، الأدعية، الأذكار، فتحس أكو أشياء ده تساعدنا حتى أول شيء مر الوقت، ثاني شيء يسهل علينا إنه الصيام بهذا الشهر. أنا مع شهناز بهذا الموضوع، شكرا لأنك خليتيني شوية حكي إني أحكي. شهناز أم الحكة ما تخلي الواحد يحكي. أحلى شيء انتبهت عليه بالسوشيال ميديا مو بس التطبيقات تبع القرآن، في تطبيقات تانية اللي هي تبع التوصيل أو توصيل الأطعمة، دائما في بوكسات للتبرع. دائما برمضان بيحفزوا بيكسفوا على موضوع التبرعات والزكاة. انا بالنسبه لي هذا شيء جدا رائع، والسبونسرد ادز اللي بشوفها كثير على الانستغرام او على الفيسبوك تجاه انه الواحد لازم ويتذكر انه هو لازم يزكي، بغض النظر انه هذا الشيء نحن لازم نعمله طول السنه طول السنه طول اليوم طول العمر، بس كثير حلو التكسيف عليه برمضان. انا بشوف ان المبادرات كلها دا يسوي لها دعايات، يعني من فتحين انستغرام انه مو شرط انت تكون متابع الحساب اللي هو دا يسوي المبادره، بس الدعايه وحدها تطلع لك ان اواي اور انذر، يعني انت من تدور او تتصفح الانستغرام الفيسبوك دا تشوف المبادرات اللي الناس كلهم الصغار دا يسووها فعلا. وهذا الشيء كلش حلو يعني بهذا الشهر. هي المبادرات موجوده من زمان اكيد في فعل الخير، ورمضان مرتبط بشكل كبير بفعل الخير. من المبادرات اللي ظهرت هنا ببلدنا الحبيب الامارات مبادرة رمضان فريج في فيسبوك، كنا بحكي لك عليها وانت لقيتك عارفاها. الثلاجات اللي عنده ثلاجه زياده بتحطها في الشارع وتتملي، فكرة في مصر برضو هتلاقي مواد رحمن في تونس في الجزائر في السعوديه في كل ده بتكون موجوده للعمال اللي مثلا ما يقدرون ياكلون. يعني في اشياء مره يعني الحملات حقت الزكاه مره تكون مكثفه بشهر رمضان. غير اكو الخيم اللي بيسووها للناس حتى يفطرون، اهم احس شيء حلو بالاضافه الى موضوع الفريج. هعمل لكم بسرعه كده احنا بنتكلم في ايه وهنرجع نتكلم في ايه، لان احنا لسه عندنا حاجات كتير بس عندنا بريك. اتكلمنا عن الصداع والعصبيه اول يوم رمضان واخدينه بالراحه، بس البرنامج مليان مفاجآت كتير وهنتكلم على حاجات كتير قريب قوي. بس احنا بعد ما نخلص البريك السريع ده هنتكلم على المواقع والتطبيقات اكتر عشان نحاول نفيدكم بايه اللي ممكن تنزلوه بايه اللي ممكن تتابعوه عشان في رمضان يكون الوضع شويه مختلف لذيذ. رجعنا لكم بعد الفاصل السريع ده ولسه بنتكلم عن رمضان ومختلف الحاجات اللي ليها علاقة برمضان. يعني اتكلمنا عن الصداع والعصبية والمواضيع اللي بتختلف معنا في رمضان. دلوقتي هنتكلم بقى على السوشيال ميديا والسلبيات بتاعتها والإيجابيات بتاعتها وإيه اللي بيحصل على السوشيال ميديا قبل رمضان. بنلاقي ثورة كده، ناس كتير عمالة تتكلم في حاجات مختلفة، مسلسلات وإعلانات، وزي ما قلنا من شوية على فكرة الأعمال الخير. بس إيه تاني السوشيال ميديا بيعتبر سلبي أو إيجابي؟ يعني في السوشيال ميديا طبعا هي لها إيجابيات وسلبيات، بس الأشياء الحلوة اللي في رمضان إنه يكون تنزل الأدعية دائما كثير، مثلا دعاء اليوم الأول والثاني والثالث، بلس إنه
في أشياء تطبيقات طبعا معروف أن في رمضان دائما يختمون القرآن في رمضان، ففي طريقة تعلمك تساعد. كيف تختم مثلا كل يوم كم صفحة وزي كذا، فهذه أشياء مرة حلوة. أنا أحس الشيء اللي هسه صار سلبي بموضوع السوشيال ميديا هو صور الأكل. يعني أكو ناس طبعا اختلاف التوقيت من دولة لدولة، بس أكو ناس أول ما يأذن عندهم المغرب رأسا يبدي ينزل صور الأكل، ما يفكر أن أكو ناس بعدهم صايمين ما يقدرون يشوفون هاي الصور، فأحس هسه صار شيء سلبي يعني الصور مع الأكل. انا اعتقد انه اول حاجه تعالوا نتكلم على التطبيقات. التطبيقات الحلوه انه في اللي هي مثلا دايت، رمضان دايت، في رمضان جايد، في الكومباس، في كم تطبيق كده هتحس ان هم بيساعدوك بشكل كبير على انك ازاي تمشي في رمضان او تواكب على الحاجات المفروض تعملها في رمضان. التطبيقات برضو الغير ما لهاش علاقه، في تطبيقات كتير هامه زي مثلا تطبيق يقول لك بتاع اللي هو بتاع الطرق، هذا بيساعد في رمضان يعني زحمة. بشكل كبير التطبيقات بقت احنا بنتكلم على ازاي تغير رمضان مع وجود التكنولوجي والتطبيقات والكلام ده كله. السلبيات بقى اللي موجوده في السوشيال ميديا، واحد الاكل، اثنين هلا اوكي بغض النظر في تكثيف معين تجاه الادعيه والقران والزكاه و بس انا انتم ما بتلاحظوا انه اوقات البروموز تبع المسلسلات كثير بيزودوها على السوشيال ميديا، وكثير انه حلقة اليوم كذا مثلا صار فيها هيك انه بتاخذك من فكرة رمضان وشو لشو الواحد بيصوم. اكو هواي ناس اصلا رافضين فكرة المسلسلات برمضان، يعني يحسون الناس دا ينشغلون، يعني تبدي تشوف اكو تعليقات سلبية لبعض الناس اللي يعتبرون من المشاهير على السوشيال ميديا، انه يقولوا لهم انتو شلون دا تتفرجون مسلسل واحنا بهذا الشهر الفضيل، بس هو ما يكون يعرف انه هذا الانسان ممكن دي يسوي اشياء له بحياته، دي يستفيد بوقته، دي يسوي اشياء الرب، مو شرط انه هو دي يشوف مسلسل، يعني هو نسى انه هذا الشهر المبارك لازم يسوي بيه اشياء زينه. بغض النظر بس التكثيف على بروموات البرامج وبيقولوا لك كانه رمضان شهر المسلسلات، ما اختلفنا رمضان يركزون شهر المسلسلات، ولكن التركيز على شهر رمضان كانه هو شهر المسلسلات، انا برايي هذا الشيء كمان سلبي على السوشيال ميديا، انه طيب. ما لازم يكون كتير مكثف. اللي عايزين نتكلم عليه كمان غير بقى السوشيال ميديا والتطبيقات، في مواقع حلوه، في ويب سايتس حلوه جدا، في ويب سايتس حتى معلومات حلوه قوي انك من خلالها تقدر تعرف حاجات كتير قوي عن انتوا عارفين مثلا معلومه زي انه في بلاد الصيام فيها معدي ال 12 و14 و16 15 ساعة. انا صمت مرة لفترة اللي هي بتاعت كانت 19 ل 20 ساعة في كوبنهاجن، فبس من الموقع بقى بتقدري تعرفي فين تفطر الساعة كام، مش عارف دي كلها برضو التكنولوجي واللي عملته او مواقع التواصل الاجتماعي. طب كيف قدرت تصوم 20 ساعة؟ يا ريت تشاركنا الاكسبيرينس. الموضوع نفسي يا جماعه، اهم شيء النيه. حاجات كتير زي ما قلنا لكم في التكنولوجي بتخدم شهر رمضان، وتغير رمضان بشكل كبير بسبب الانترنت واللي بيحصل، لانه حتى لو اتكلمنا على اي حاجه تانية غير شهر رمضان التكنولوجي غيرت كتير. الفرجة على التلفزيون اتغيرت، بقت ناس كتير ما بتتابعش مثلا الفرجة على التلفزيون، بتتابع ان هو ممكن يتفرج على المواقع. عادات كتير بقى بتتأجل لشهر رمضان، أو كتير مننا بيبتدي في شهر رمضان يمارس حاجات جديدة، زي مثلا حد بياخد قرار انه يعمل دايت، حد بياخد قرار انه هيوقف مثلا السجاير، حد بياخد قرار انه هيبتدي يفكر بطريقة مختلفة مع شهر رمضان عشان هو كان مثلا عصبي جدا قبل رمضان. حاجات كتير بتحصل في شهر رمضان بتخلينا نتغير من عاداتنا. تغييرات يعني مفاجئة، هم يشوفون أن شهر رمضان هو الشهر نقطة البداية اللي يقدر يبدي أي شيء هو يريد يغيره بحياته. غير يعني الدايت أحس أكثر شيء معروف، أن الناس كلهم شهر رمضان أنا رح أبدي دايت، شهر رمضان أنا حابدي أروح للجيم، شهر رمضان لازم ينزل وزني، بس هو يعني مو شرط، يعني أنتوا تقدرون من قبل أن هم رابطين كل شيء أنه هاي هم يستنون شهر رمضان عشان يعملون دايت. ما احنا قلنا بقى في الأول خالص أول ما ابتدينا النهاردة موعدنا شباب أن الفكرة كلها انه رمضان بيرتب لنا الدنيا بعد وبعدين في ناس كتير بتاجل حاجات لبعد رمضان، يعني يقول لك مثلا لا انا في رمضان هركز على كام حاجه في حياتي،
فلو عايز شغل مني بعد رمضان بقى. صح، قابلني بعد رمضان. ودلوقتي بعد كاس العالم كمان، رمضان وبعده كاس العالم هتلاقي يعني ناس كتير. لا ما لا نهايه يعني. لا يعني حد بعد كده يخش العيد الكبير كل يوم تطلع حجه جديده. لا طبعا احنا ما بنقولش ان انتوا تعملوا كده، بس هي الفكره كلها انه رمضان ممكن تاجل فيه بعض الحاجات اللي كنت بتمارسها في حياتك قبل رمضان، وبتبتدي تجدد نشاطك وتغير روتين حياتك زي اكثر. هو موضوع الدايت احسه يصير اسهل برمضان، انه يصير انه قبل الفطور واحد يسوي تمرين معين، بعد الفطور الاكلات بتبدي تخف، يكون يعني الوجبه بها شيء خفيف مو مثل الايام العاديه، فيحسوا الموضوع اسهل يصير. في على السوشيال ميديا مثلا ناس بتبتدي تعمل حاجات زي المسابقات، شفتوا انا شفت ناس بجد عامله اسئله بتحاول بقى دي بتسلي الصيام بطريقه مثلا عن طريق الموقع التواصل بتاعه او الاكونت بتاعه، بيحاول يعمل مسلسل. دي حاجات حلوه، دي ايجابيه. طب برضه ما شفتهاش خالص خالص. ده انا عندي بتاع مثلا 3-4 يعني عاملين مسابقات على الاكونت بتاعتهم. ارجوك ابعت لنا بليز. انت بتحبي المسابقات؟ ارجوك، اصل عايزه اضيع وقتي. مثل فكره الفوازير من جد. لا هي الفوازير هي بتبقى اكتر مسابقه، بس يعني يعني الفكره كلها انا بتكلم ان بتشغل عقل الناس لو هو بيسال فوازير يعني ليها علاقه بالتفكير. بالتفكير بالظبط. ليه لا، ده ظريف من ايجابيات السوشيال ميديا والفيسبوك. ايه تاني ممكن يكون من ايجابيات؟ بشوف ناس بتسلم على بعض، لو انت بقالك كتير ما سلمتش على حد، فكره انت تبعت له تهنئه. موضوع التواصل هو فكره السوشيال ميديا، يعني احنا بدنا نتواصل ويا ناس على بعد امتار واميال وكلش بعيدين عنا، نقدر نحكي وياهم بثواني. صح. فتحسه سهل موضوع انه انت توصل للناس اللي تحبهم اكثر. يا سلام. الله يا سلام. الله اكبر. كم حد عمل لكم تاج النهارده في التهنئه؟ لا انا ما شيكت. ما شيكت يعني. هم مثل ما قلت لك دا يسوون سلكت اول ويدزون نفس نفس الصوره لكل العالم. لا هي مواقع التواصل الاجتماعي اكتر من رائعه لما تبتدي تستخدمها في الحاجات الحلوه دي ونفكر بعض. بس يعني مرات يعني من السلبيات انه الناس صاروا يبعثون كل عام وانت بخير، بس انه الصوره يعني بطلوا يتكلمون، بطلوا يتصلون في بعض. اهو افتكر يعني هذه الاشياء يعني. لا بس استل يعني يعني زمان كان الوضع غير، كان احلى. كان تحس انه انه في من جد بيها تعب. بالضبط. اما الحين لا خلاص واتساب. بس ما تنكريش ان زمان كانت العمليه مش مشغوله زي دلوقتي، بس كان لها طعم اكثر من الحين. اي يعني اكو ناس يشوفوه شيء سلبي لان هم يفضلون انه الواحد يروي انه هو مهتم، يعني انا اجي مثلا البيت احد اقول له كل عام وانت بخير رمضان كريم، غير انه انا ادز له على الواتساب انه صوره او بس تهنئه عاديه. هو الغريب ان زمان مثلا لو كانوا قبل الموبايلات الناس بتكلم بعض بالتليفون، فانت بتكلمي حد بتعيديه في رمضان تلاقي التليفون مشغول عشان في حد تاني بيكلمه، تصبري وتتكلمي تاني وتردي. دلوقتي لو حد جاله انه بيكلمك على الموبايل وانت ما ردتيش ولقاكي مشغول تتعصبي. خلص هو يحط المسج على الواتساب وتواصل ما تواصل. انا عملت اللي علي. انا مستمعه حاليا لانه كل واحد فيكم قال شيء انا بدي احكيه، فخلص. لا يا انت جواكي كنوز وحاجات المشاهدين عايزين يشوفوها. يعني انت بتفضلي الناس لما يهنوكي بهذا الشهر انه خلص على السوشيال ميديا، ولا احلى اذا حدا سوى شيء او اجاك؟ بتفرق معي انا بالنسبه لي سوشيال ميديا تليفون كله صار واحد كله. يعني بس انه في ناس محدده لا اكيد يعني اذا ما فتحت لي سماعه التليفون حزعل. حزعل كثير. هذه رساله، هذه رساله. لا طب وصلت، انا متاكده الرساله وصلت لبعض الاشخاص اللي شايفين. جايه تحدثتوه ده. هذا تهديد صريح وواضح. لا احنا في موعدنا شباب زي ما بقول لكم مشاهدينا، هتلاقونا احنا اربع شباب قاعدين معاكم بندردش عشان نحاول نوصل لكم ايه اللي عندنا من معلومات وانتوا تحاولوا تستفيدوا بشكل كبير. احنا كمان مبسوطين ان النهارده بندردش في اول يوم رمضان بهدوء، بس توقعوا بقى حاجات الفتره اللي جايه يعني كتير كتير مفاجآت حلوه. احنا قلنا النهارده اول يوم صيام وبالنسبه لكل محدش ليه كل تعبانين. وبعدين ايه في تخمه حاجات بتحصل في اول يوم. ايه ده، ايه اللي بيحصل، انا رحت فين وجيت منين؟ حد ما تفوق اول حاجه بتعمليها بعد الفطار؟ انا نفسي اعرف. انا لا بعمل لما كنت بالبيت. هلا نحن وانترتيننج يو عم نعمل انترتينمنت. والله لما كنت بالبيت كنت دائما اعمل فنجان القهوه للماما والبابا واحط له البابا شوكولا جنب الهاي. هو اكيد هلا عم يشوف. الله فخورين فيكي، فخورين فيكي، فخورين. شاكم الاحساس كيف دمعتوا ولا لسه؟ انا خلاص الدمع بتنزل مو قادره اتاثر. حتى براود اوف يو. طب انت يا شاميل؟ صراحه انا بس اكل وانام، هاي شغلتي بالحياه.
يعني برمضان احس الواحد هالقد ما تعب طول اليوم هو ده يسوي اشياء، فخلص اريد يوصل للحظه اللي هي مال الاذان ياكل ويقعد خلاص ما يسوي شيء. اكثر واحد بتكلم على الاكل وهي اكثر واحده بتجي. شوف انا اكل هوايه بس ما ياثر والله، يعني كل الناس يسالوني انه شلون انت ضعيفه او نحيفه، بس والله اكل ما يغرك. لا يعني مش عايزين نقر عليك كل يا حبيبتي انت لو وقفتي اكل هيحصل لي ديبه. بس لا احس ورا موضوع الاكل بالنسبه لي المسلسلات، يعني اتليست اتابع مسلسل مسلسلين مسلسل مسلسلين انا اعرف ناس بتتابع 9 بس ما شاء الله. اجواء الطلعات همينه حلوه برمضان، يعني الخيام الخيام الرمضانيه حلوه صح. مشاهدينا طيب لسه بندردش مع بعض وهنسليكوا اكتر ونتسلى معاكوا اكتر في مواضيع مختلفه عن اول يوم في رمضان وعن رمضان، بس احنا عندنا بريك سريع ونرجع لكم تاني. ما تنسوش تابعونا على السوشيال ميديا وعلى كل المواقع دلوقتي تقدروا تشوفونا على التلفزيون، تابعونا من كل حته وابعتوا لنا انتوا بتتفرجوا علينا منين. رجعنا لكم بعد الفاصل، وطبعا احنا اول ما بيحصل الفاصل تلاقي كل واحد يمسك التليفون يشوف السوشيال ميديا واللي بيحصل عليها، دي اول حاجه لازم نعملها زي ما انتم بالظبط ما بيجي مثلا وسط فاصل اعلاني ولا بتتفرجوا على حاجات تلاقي الناس على طول تمسك السوشيال ميديا تشوف اللي بيحصل. عندنا اول بقى حاجه هنطرحها عليكم النهارده وهو سكتش فيديو صغير هتفرجوا عليه، احنا زينا زيكم ما شفناهوش قبل الحلقه بجد، هنتفرج عليه وبعد ما نتفرج عليه هنشوف ايه اللي بيحصل، رايكم ايه، احنا شويه هنسيبه مش خلصان عشان نبتدي نشوف احكام الناس هل هتبقى سريعه اللي هيتفرجوا عليه ولا لا، في فرصه كبيره انه يصير حكم سريع بالظبط، فهو ده اللي احنا عايزين نطرحه في الفيديو. هاي شغلتي بالحياه بري جادج. لا اعتقد ان هو هيبقى احنا يعني عرفنا الفكره، بس ده هيساعدنا بشكل كبير ان احنا اما نتفرج على حاجه اما نشوف موقف حاجه بتحصل ما نحكم عليه من الاول او من النظره الاولى، لازم يكون في يعني الحكم المسبق هو دائما يعني يكون غلط، لان انت ما تعرف ايش في من وراء هذا اللي انت شفته، يمكن يكون له جانب ثاني يعني. اي يعني لازم واحد يتعلم من يشوف شيء ما تاخذ منك شهناز والله تتعلم منك الحكمه 100 100 100. لا طبعا الواحد من يشوف شيء يعني لازم يفكر انه اكو وراء قصه، يعني انت ما تشوف كل الصوره مثل ما يقولون. خلينا نروح نشوف الفيديو مشاهدينا ونرجع بقى نشوف احكامكم ايه ورايكم ايه فيه. انتي اكتر ايه يا بنت الغيبه دي كلها، مفيش كان محاضرات بقى وجامعه وامتحانات وكده. طب اشربي اشربي الشاي معلش بقى، مفيش اوفيس بوي جه النهارده وانتي عارفاني يعني مش بعرف اعمل حاجه غير الشاي. لا 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 عادي يا ستي مفيش مشكله، الا قولي لي صحيح يا سهى المدير بتاعكوا ده كشري كده ولا ايه نظامه؟ مستر حاتم ده مستر حاتم ده زي العسل يا بنتي، ده لسه صغير ده مش بعيد يكون اكبر مني ومنك بسنتين ثلاثه على بعض. حلوه قوي عشان اعرف اتكلم واتفاهم معاه من غير ما اقلق خالص. لا من الناحيه دي اطمني اطمن يعني. وبعدين تعالي لي هنا انت بحسساني انت داخله امتحان ليه؟ ده الموضوع ابسط من كده يا سهى، انت عارفه ان ده بالنسبه لي اكبر من اي امتحان يا بنتي، انا لما بروح اي انترفيو كده ببقى قلقانه ومتوتره وكل حاجه بتدخل عندي في بعض. من الناحيه دي اطمني، بس المهم وعايزاكي تركزي كويس، اول ما تدخلي جوه تتكلمي معاه كويس وتعرفي امكانياتك. ما تقلقيش انا جايبه معايا السي في بتاعي في كل حاجه. سي في يا حبيبتي بقول لك امكانياتك. يعني اعمل ايه يعني مش فاهمه؟ يعني مستر حاتم بيحب الناس اللي عندها لباقه واللي بتعرف تتكلم كويس، وبعدين عشان تكوني عارفه شغلانه الحسابات والمحاسبه ما بتعتمدش بس على الحسابات، بتعتمد على ان انت تتكلمي كويس مع العميل، لان العميل بتكسبي ثقتك منه وثقتك هي اسم الشركه. صباح الخير. صباح النور. طب ما انت حلو اهو، امال مصعب الامور على نفسك ليه؟ ايه ده بجد؟ بجد الملف ما فيهوش حاجه؟ الحمد لله. لا احنا لازم نحتفل بالمناسبه دي. نحتفل؟ نحتفل على ايه يا ابني؟
الشغل ده يخلصه اي عيل في ثانويه عامه، بس ده ما ينكرش ان انت بتتطور يوم بعد يوم يا احمد. طب الحمد لله. ايه كان في طلب عندك في الملف، شكلك ما خدتش بالك منه. طلب ايه؟ اجازه. اجازه؟ في حاجه عندك في البيت؟ لا 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 خالص، كلهم تمام الحمد لله، مفيش حاجه. طب اجازه ليه؟ انا كده لما بعمل حاجه حلوه بحب اكافئ نفسي، اخد اجازه يومين كده، اطلع شرم، اطلع الغردقه، اطلع الساحل، اطلع السخنه، اطلع في اي حته. طب قوم يلا عشان ما امدش ايدي عليك، اقسم بالله ما يغرقش المكتب والشياكه دي، انا في ثانيه واحده اقلب على الباب. ايه ده ايه ده، في ايه في ايه يا توما؟ مش كده، اهدى، قلبت في ثانيه. توما؟ اه انا هنا اسمي مستر حاتم يا احمد. ماشي 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 يا مستر حاتم، ايش حل ام خلص صحابي يا اخي؟ صحاب دي بره في الكافيه، احنا هنا في مكان شغل، فانا هنا اسمي مستر حاتم وبس. وبعدين انت لو ما كنت صاحبي كنت استحملت غبائك طول الفتره دي؟ غبائي؟ انت بتعين عشان انت اسكى مني يا حاتم؟ اه انا بعينك، انت غبي يا حاتم. طب كفايه 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 بجد مشاعر يا اخي. مستر حاتم، هو ايه دخل مستر حاتم بالموضوع؟ يا بنتي ده انا اللي بيقولوا عليا غبي في انتهى. انت ليه مش قادره تفهمي ان سوا كانت بتلعب على حاتم بقالها فتره، وكل ما تيجي تلعب عليه مش عارفه توصل معاه لحاجه؟ تلعب على مستر حاتم؟ دي قالت لي كلام عكس ده تماما. ما هي لازم تقولي كلام عكس ده. انت اصلا مش واخده بالك من النجاح اللي انت محققاه الفتره اللي فاتت دي كلها، مع انك اجدد منها، ومع ذلك برضو كشفتيها ان هي كانت بتضرب على نسبتي. ربنا يهديها يا احمد. يا رب. المهم انت خلصت الملف اللي كان في ايدك؟ اه كل حاجه جاهزه. ادعي بس ان اليوم ده يعدي على خير ان شاء الله. يا رب. سهى، هي ندى فين؟ في الحمام. طب لما تيجي بسرعه قولي لها تجيب الملف في مستر حاتم. عيوني. بسرعة. أنا آسف على التأخير. لا 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 عادي، مفيش مشكلة يا فندم. عملت إيه في الملفات اللي معاكم؟ كله تمام. إيه ده الملف بتاعي. إيه بس كان في مشكلة في آخر آخر بتاع العربية. طيب يا أحمد هات الملف. بس برضو في اخر ندى خدي منه الملف. اخر خدي خلاص كده انتهى. احمد ندى راجع الملف ده، شوفي احمد وصل لحد فين وكمليه. اوكي حاضر يا فندم. الملف بتاعك يا سهى. تمام يا فندم، في كل حاجه زي ما حضرتك طلبت بالظبط. مظبوط ندى، هترجع الملف ده كمان. حاضر يا فندم. ندى ايه؟ ندى ايه؟ هي ندى اللي هترجع ورايا؟ في عندك مشكله ولا حاجه؟ كل الموضوع اللي انا مش فاهمه يعني. طيب هو الاجتماع ده عشان كلنا نفهم. التلات ملفات اللي موجودين معاكم يا اساتذه دول كلهم لشركه واحده، لكن لفروعهم المختلفه. فمطلوب مننا نجمع الملفات دي كلها في ملف واحد، نراجعه كويس جدا وتركزي فيه كويس جدا جدا عشان نوصل بيه لحل نهائي للشركه الام. اه وهي ندى اللي هتعمل الكلام ده؟ هو مين هنا اللي بياخد القرار؟ انا ولا انت؟ انا اسفه يا فندم ما اقصدش، بس كل الموضوع يعني ندى ما كملتش شهرين هنا وهي صاحبتي وبقول الكلام ده وقدامها، بس يعني ازاي يعني ما كملتش شهرين ازاي تشيل مسؤوليه سمعه شركه يا فندم؟ الموضوع انتهى يا استاذه. رجعنا لكم بعد السكتش والفيديو اللي شفناه دلوقتي، هنتكلم عليه كتير جدا، بس يعني اللي لو حد لسه جاي فتح التلفزيون، انا محمد عنبودي ريم وشاهناز ومها، واحنا في قناه الان كل يوم في توقيتنا من 6:30 8:30 طول شهر رمضان توقيت السعوديه. ايه اللي شفتوه دلوقتي؟ تعليق صغير بس صغير. ايه التمثيل ده؟ ده تمثيل رائع قوي. انا انبهرت. انا كبهير انبهرت. بصوا خلينا نتكلم اول حاجه عن المدير اللي شفناه دلوقتي. المدير من 6:30 ل 8:30. انت بتقولي لي من 6:30 ل 8. انت بتلخبطيني على فكره. ماشي معلش. المدير ازاي بيحبط الموظف؟ دي اكتر حاجه شفتها انا دلوقتي، حسيتها غريبه قوي انه ازاي المدير ممكن يبقى ليه فعالية انه جاي مبسوط انه عامل الملف او يعني عامل تاسك هو مدهوله، فهو بيقول له ده يعني كويس فهو فرح. بعدين قال له يا عم ده اي كلام، ده اي عيل ثانوية عامة ممكن يعمله. اللقطة دي بتحصل كتير في الشغل، بتحصل كتير من المديرين ممكن ما ياخدوش بالهم انه بكلمة انت ممكن تحبط الموظف. هو معروف عن وظيفة المدير ان هو دائما الرجل الصارم او
طبعا قلت رجل ما اعرف ليش عادي امراه تكون مديره، بس المعروف عنه انه هو يكون شديد بالشغل او انه كل الموظفين يكرهوه مثلا، بس احنا ما نريد نحكم مسبقا مثل ما قلنا على القصه انه هو ممكن يكون عنده خلفيه مختلفه او اسباب انه هو هيك يكون. ايه بس شغل المدير بشكل عام هو بيحكي عن نفسه ان كان مدير ولا مديره، اول يعني اكثر شيء هو بيمشي المدير او المديره هي ليدرشيب، الشخصيه القياديه اللي بيكون هو فيها او هي فيها. عاده في كثير مدراء بيكونوا سوري يعني بس لاعبين الدور انه انا مدير فانا بيطلع لي اقول لك 1 2 3 او اني اتحكم فيك 1 2 3. المدير كثير هو اللي بيأثر بالتيم تبعه، اول شيء نفسه يا هو بيحبطه يا اما هو بي بي بيرفع من معنوياته من امكانياته، ما في شيء حي يكبر من مقامه او من مقام التيم تبعه غير هو نفسه، كيف بيقدم لهم، كيف بيعطيهم، كيف بيكون هو معه. صح، بعدين طريقه تعامل المدير مع الموظفين بالتالي تعود على الشغل اللي قاعد يسويه، يعني اذا انت عملتهم بطريقه حفزتهم شجعتهم بالتالي مردود الشغل رح يكون عندك كويس واحسن من ما انت ممكن تتخيل. يعني هو المفروض يعملهم كصديق يعني حتى يشوف ان الشغل يصير احسن، لانه هم حيحبون الجو مع الشغل اكثر اذا حسوا المدير صديقهم مو انه واحد له كلمه عليهم، فتحسهم يبدون يسوون اشياء احسن اذا صار جو الشغل لطيف. وبنشوف كتير قوي اللي هي موضوع الفرق بين البوس والليدر، ازاي تبقى مدير بوسي وازاي تبقى ليدر قائد الناس تحبك لو تنزل تشتغل معهم بايديك وتساعد وتعمل، ده كله بيحفز الناس اللي معاك ويحسوا ان انت مش فارق معاهم. بس انا حسيت هنا ان في لقطه في السكتش ده وهو بيتكلم معاه واضح ان هم اصحاب، وبعدين في الشغل بيكونوا مع بعض وفي مراكز مختلفه. هنا بقى دي اكبر اعتقد ان هي اكبر عائق لاي مدير انه يعرف يتعامل في الموقف ده، اما تكون مثلا موظفين في شركه وفجاه واحد بيترقى فيهم يبقى هو المدير. دي على فكره بتحتاج مهاره رهيبه ان المدير يبتدي يحس انه انا ازاي احافظ على او اعمل توازن في علاقاتي. انت اصحابك كانوا انت قاعده معاهم، ممكن تكوني كنتي بتتكلمي معاهم على المدير السابق او ايه اللي كان يحصل، تحس يصير فرق بين هو من كان يقعد وياهم قبل ما يترقى ومن صار مدير، تحس شخصيته تختلف او ممكن. هو نفسيا يصير انه خلص انا صرت احسن منهم فلازم اغير طريقه تعاملي. ما بيصير يكون في لعب للغيره، بيكون هو المدير كمدير كمكانته بيعرف انه انا اللي تحتي بدي رقيه اصلا لا يعلى، والليدر هو بيساعد العالم انه هن تو فولو هيم، مو بس يعني هو بس مجرد موظف عنده. هذا هو القائد بشكل عام بالحياه. ما بيهمك انه اذا انت عم تدرب واحد يكون انه منيح، بالعكس عم تدربه يكون احسن منك بغض النظر بالزبط. وصل لمكانه ولا ما وصل لمكانه، انت عم تدرب العالم لتوصل لمكانه، يعني يمكن ما تكون توصل لمكانتك بنفس المكان اللي انت فيه، بس اذا طلع على شغل ثاني حيوصل لمكان بجوز اعلى من مكانتك، بس انت بالنهايه بتضل اللي معلمه. فهي فكره لازم تضل عند جميع المدراء، لانه مو الكل يفكر بهذه الطريقه، يعني مو كل المدراء يفكرون بالطريقه صح. اللي انت تفكرين فيها صح. يعني لو كذا في ناس عندهم غيره حتى من المدراء، يعني يكون مدير نفسه عنده غيره ممكن، او اذا انا دربته بشكل كويس ممكن يصير احسن مني. الغيره هاي بس انوجدت عند المدير، انا بك صراحه فيني اقول انه هو هذا مجمان مدير. طيب شفتوا في السكتش يعني. كمان البنتين فيها هو الفيديو في كمان غيره في وضع غيري بين البنات، ولكن هذا شيء جدا طبيعي جدا عند البنات اللي هون عظيم عادي بالشغل بالدراسه بالحياه بالصداقه. لا بس ابتديتي بري جادجنج على طول بدري كده، ما احنا عمالين نقول استنوا الفيديو لسه في حاجات لسه غارون. لا اعتقد انه هو لسه طيب. لا هو البنات دايم معروف يغارون اكثر من شيء، نحن عم نحكي شيء يعني هيك عن جنرال يعني جنرال. بس هي طلعت عماله تعلمها ضروري حاجات ضروري تدخلوا فيني بري جادج ما عم ام نوت بري جادجينج يا الله خالص بس قلتي 9 حاجات ممكن يحصلوا. اعتقد انه هو البنت هي بتشرح لها حاجات، فواضح ان البنت يعني في الميتنج وهم قاعدين بقى مفروض انه بيناقشوا حاجات، المدير ابتدى يدي المهام للبنت الجديده. فالبنت القديمه حاسه ايه ده انا اللي علمتها، انا حاسه ان هي بتسوي فيها منكب يعني بتسوي فيها شيء. الله الكيد اللي جواك عم يحكي، انا حسيت الكيد اللي جوا ما عم يحكي. هذا ايش يقولون الجريمه، التفكير المجرم شيء ذكي. انا حاسه ان هي بتسوي شيء، كنت فين والساعه كم؟ احنا
احنا في رمضان وعايزين نهديهم برضه نقول لهم يعني اهدوا على نفسكم شويه. بس هو لسه الفيديو فيه لقطات تانية او لسه فيه بقيه ليه وهنتفرج عليها قبل ما نرجع ونتفرج عليه. هي الفكره كلها انه مواقف مختلفه هنشوفها على مدار الشهر من سكتشات في العمل، في الشارع، في الطريق، في السوبر ماركت، في المول، في مواقف كتير مختلفه. بنحاول بشكل كبير ان احنا ناخد بالنا من فكره البريجادج او ان احنا بسرعين الحكم، نكونش بنحكم بسرعه. انا ايجابيه دائما. ليك عم تقولوا، ليك عم تحكوا، احنا قلنا عليكي حاجه. انت هلا عم بتقولي البريجادج دوي، عم تقول خلي تكون ايجابيه. انا حسيت عم بيني اتاكت كده ليه. لا 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 حضرتك، انت اتاكتي كل حد. هي الفكره كلها زي ما بقول لكم الفيديوهات مختلفه وسكتشات مختلفه. انا عاجبني برغم يعني انه في شويه ديفوهات كده بس الفكره بتاعت الموضوع حلو. التمثيل؟ انا بعترف اهو، انا بقول الحقيقه لانه احنا ما نقدرش نقول غير الحقيقه. فالفكره كلها ان احنا لما نشوف في الشغل مواقف ممكن نغير من راينا، نشوف حد نفتكره. في حد بيروح مثلا امبارح موقف حي يعني، حد حصل راح معك؟ مش عايز اقول قوي كده بس انه حد راح مش بيشتكي، لا ده هو بيقول على موقف حصل التاني افتكره بيشتكي. انا هحكي لكم اكتر عن الموضوع بس بعد البريك ونشوف بقية الفيديو وبس كده. مشاهدينا اهلا وسهلا بكم مشاهدينا. بقيت قلقني خلاص، رجعنا لكم من البريك ويعني بقيت الفيديو هنشوفه بكره لسه وهنتكلم على مواضيع كتير. بس احنا دلوقتي عايزين نرغي بقى في كام حاجه عشان انا احس ان احنا بنرغي في البريك اكتر ما بنطلع نرغي دلوقتي. احنا بنرغي كل الوقت يعني كل الوقت. مش ما حيوقف على هلا. انا توقعت اول يوم صيام واول يوم رمضان هتبقوا اهدى من كده. ما فيش، لا لا لا. وانتوا بتستمدوا الطاقه من بعض صح؟ الحمد لله. احنا نستمر طاقه من السماء. الحمد لله. اول حاجه اتكلمنا على الصداع واتكلمنا على السوشيال ميديا واتكلمنا على العصبيه وبعد كده شفنا السكتش ده. عايزين نرغي فيهم تاني بس انا عايز اوضح كام نقطه. اول حاجه عايز اتكلم على انه السكتش ده لسه مخلص، هو لسه ليه بقيه. فاحنا احكامنا اللي قلناها كانت كلها توقعات، هيبقى في شويه مفاجآت. زي ما بيحصل في الافلام والمسلسلات، اللي متوقع حاجه وتلاقي حاجه تانية خالص بتحصل. تحمست، ابغى اعرف ايش النهايه. انت حاسه انه في نهايه مختلفه؟ كيد النساء، كيد النساء اللي داخله قاعده تشتغل كيد تبع شغال، شغال الحين. فتحمست. ما هذه شكلها طيب جدا يعني، وبعدين مين شكله طيب؟ وانت شكلك ذكيه جدا. وانت شكلك فكرت عم تحكي على البنت اللي بالسكتش، لانه البنت اللي ما عامله شعرها بالسكتش ما شكلها طيب ابدا. مش ممكن. طب انا هقول لك، انا ممكن اعمل معاكم فزوره سريعه بس على في موقف يعني حصل في الفيديو هنتكلم عليه. بس احنا دلوقتي عايز اعرف منكم شخصياتكم سريعا موقف اللي انا صح. انا وانا بتكلم عن موقف افتكرت، مش انا قلت لكم احكي لكم على موقف. هلا الموقف اللي بدك تحكيه قبل ما طلعت على البريك ولا هلا الموقف ولا على شخصياتنا ولا ايه؟ واحده واحده. حضرتك اول يوم صيام واول يوم رمضان كله الحمد لله. سامحك الحمد لله. الله سامحك. قول لنا على الموقف. اول موقف اللي هو بتاع الشغل اللي انا كنت بحكي لكم عليه، لما راح موظف بطريقه ما سريعه يحكي عن موقف تاني لموظف معانا تاني بانه مش قصده يقول انه غلط بس معموله غلط الحقيقه. فهو الموظف الثاني اتضايق انه ليه مش بيني وبينك جيت قلت لي وبتاع، ليه طلعت على المدير. ما كانش في وقت طبعا ان هو يعدل معاه الغلطه قبل ما يروح على المدير، بس هو كان عايز يلحق الموقف. الولد كانت نيته نعرفه ان هو بشكل كبير عايز يخلي يعني المشكله تتحل، ما يبقاش في حد يتضر على قد ما هو عايز يحل المشكله. لو انت مكانه تعملي ايه؟ تروحي بسرعه الاول على انك تقولي لزميلك لا ده في غلط، ولا تتجهي للمدير عشان تحل المشكله على اسرع ما يمكن، خصوصا ان هي لازم تتحل بسرعه؟ حسب البوزيشن تبعي. اذا انا البوزيشن تبعي اني انا عم ديره، اكيد 100% اني انا لازم اخذ واعطي معه. بعدين اذا المشكله كثير كبيره انه ما بتاخذ انه انا حلها، اكيد بدي ارجع يعني للمدير. احنا مكان الشخص اللي فهم غلط ولا الشخص اللي هو عمل المشكله؟ لا، انت دلوقتي في غلطه، في زميل ليكي على نفس الدرجه وفي مدير، وانت في غلطه لاحظتيها وما فيش وقت، لازم تروح بسرعه للمدير عشان تتعدل قبل الغلطة. ما اذا الغلطه يعني لا لا، اذا الغلطه مثلا فيها هوا او فيها شيء انه ما يمديك اصلا يعني تروح
تقول لزميلك لا اول شيء اروح اصلح الغلطه بعدين اعلم زميلي، لانه حسب يعني عرفت. انا احس ممكن انه بالضبط هو حسب الغلطه اكيد بالنهايه، بس ممكن انصح زميلي انه اذا شفته دا يسوي شيء غلط انطيه نصيحه، اذا سواها خلص الحمد لله، اذا استمر على الغلط ممكن اتجه للمدير. بس انا قلت لك انت في في حاجه في حاجتين في سيبك انتوا نفس الدرجه نفس الدرجه التوقيت. انا كمان على التوقيت اكيد ما حاطلع احكي دلوقتي. يعني لازم انه عندي وقت نفس الدرجه معين. اكيد ما حاطلع احكي، ممكن نبه اذا في شيء انا انتبهت على غلط معين ممكن نبه يصلحه بمكانه، اما اذا هذا الشيء حيقلب مثلا ضدي يوم من الايام او شيء وممكن انقله للمدير. في حد ثالث يقول لك يا عم انا هسيب الغلطه اصلا وكبر دماغي. هم الناس يفكرون بنفسهم ان اذا شيء حياثر عليهم ممكن يتصرفون، بس اذا لا خلاص يترك الشغله تصير غلط او صح ما يهم. في موقف تاني بقى على الفيديو هنتكلم فيه. توعدني بعضها وعادي ويلا سيبيها. بس بمناسبه الفوازير انا محضر لكم فزوره عشان احاول اعرف شخصياتكم. ارجوك انا احب الفوازير. قلت لك انت ابو فوازير ما رديت عليه، روح اعمل لك فزورات ما رديت. الفزوره دي بصي بقى ركزوا معاكي عربيه فيها مقعد تاني بس اللي هي عربيه ايه تو سي تمام، وانت معديه على محطه اتوبيس فيها ثلاث افراد. الاولاني شخص عجوز جدا تعبان والدنيا بتمطر والجو برد، والشخص الثاني هو اعز اصدقائك، والشخص الثالث هو للبنت فتاة احلامها وللولد فتاة احلامه. يعني مين هتختاري تاخديه معاكي في العربيه وما ينفعش تاخدي غير حد واحد بس في انه بالليل ومستنيين الاتوبيس والثلاثه قاعدين في اجواء برد ومطره وكده، هتعملي ايه؟ شوف هذا من كثر الحماس كده صار فيك. ده اتخيل احنا كبنات حيكون نفس الجواب ممكن. لما نشوف. ها انا يلا هلا الانتيمي او انتيمتي ممكن تلاقي حل، بس العجوز شو ذنبه؟ يعني العجوز. انت تاخدي العجوز والفتاه الاحلام. فتى الاحلام بيرجع بيجيني مره ثانيه. اوكي انا هم اختار العجوز، لانه احس هي حسب قدره الشخص اللي قدامك، اذا هو يقدر يحل المشكله وحده، بس اكو واحد عجوز ما عنده مثلا القوه انه يسوي شيء، فطبعا حختار اني اساعده هو. عندي سؤال، ما فيني اروح وارجع؟ لا هي مره واحده العجوز نرجع. ما فيني اوصل العجوز وارجع لعند فتي وارجع لعند فتى احلامي. حضرتك بتعملي ثلاث طرق رايح جاي رايح جاي. انا بالنسبه لي اكيد اختار العجوز. اوكي فتى الاحلام يستنى. طيب انا يستنى يعني أيوة هي يعني. اختار عجوز بينم على شخصية طيبة، ولكن في اجابه نموذجيه للموضوع. الاجابه النموذجيه دي ايه؟ انت هتدي العربيه لصديقتك الانتيم او لا انا قلت ثواني هتديها لها العجوز ولا تاخد العجوز؟ ليش انت تقعدي تدردشوا بقى وتتكلموا وتشوفوا المستقبل هيبقى مكتوب لكم ايه؟ دي المفروض الاجابه. لا بس شفت الشخصيه كيف ما بتفكر بفتى الاحلام ولا بتفكر بالصديق، فكره بالعجوز بشخصيتك. انا اقول لك شخصياتنا نحن الثلاثه. انتوا نفس الحل، بس انه اترك السياره لصديقتي تاخد العجوز، هو بالنهايه انقذ العجوز. بس لا السؤال الثاني، ما في اي سياره في الحياه يعني؟ يعني خلصت السيارات؟ ما في الا هذه السيارة؟ ما هو يعني ما في تاكسي ما في اي شيء. ما حضرتك يعني دي حزورة. انا كده دي حزورة ولا ايه؟ صح بتقولوا حزورة؟ حزورة حزورة. هي الفكرة كلها ان انتوا زي ما قلتوا اختيار العجوز بيبقى طيب، اختيار اعز الاصدقاء يبقى انت شخص الوفاء عندك اعلى من الطيبة حتى، يعني انت وفية بشكل كبير. اختيار فتاة الاحلام انت شخص بيفكر صح تخيلوا، او شخص ذكي بشكل كبير وبيفكر في المستقبل بعكس كده. لكن لو انت عرفتي شو كان العجوز طيب طيب مبسوطة؟ طبعا اختيار الطيب كويس بالنسبة لك. هي عنوان شخصيتي. اوه ما شاء الله. والبري جادج دي نمبر 2 عامة. يعني كل اختيارات صح في الفكرة دي، بس ايه رأيكم؟ حسيتوا ان انتوا حللتوا شخصياتكم النهاردة؟ يعني نوعا ما انت كان بتفكري في اعز اصدقائك، حسيتي كمان مش لا 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 لا, لا؟ ممكن انت بتفتي يعني. لي ممكن انت بتفتي لي انا ببري جادج حقك انت ببري جادج لي لا يعني هو اكيد يعني ممكن اكون فكرت، بس افكر بالانسان اللي عنده حاجه اكثر يعني المحتاج. في ناس ما تقدر يعني مثلا تساعد نفسها او شيء، فبالنسبه لي هم هذا الموقف يعني. القوه الجسديه تلعب دور يعني، انت تقول انه مطر وبرد و حالة الجو سيئة، فتحس العجوز هو اللي حيتعب إذا ما اختارت. ايه وفتى الأحلام فيه يجي وراي يركض يركض وراي.
طبعا زي ما انتم شفتوا كده مشاهدينا، كل واحد وليه اجابه. واعتقد وانا بقول لكم الفزوره كان في كتير منكم بيفكر انا هاخد العجوز طبعا، واللي قال لا انا هاخد كذا، او ممكن يكون حد كان عارف الاجابه اصلا واختار الاجابه النموذجيه، وده شخص معدي الذكاء لو ما كنتش تعرف الاجابه اصلا وعرفتها. وزي ما قلنا كل يوم هنكون معاكم من 6:30 ل 8 بتوقيت السعوديه في برنامج جميل جدا، برنامج موعدنا شباب. هتلاقوا دايما مواضيع بنطرحها، وعندنا فقرات مفاجآت حلوه، وعندنا حاجات كتير هنعملها ال 30 يوم معاكم، نتكلم معاكم ونطرح المواضيع اليوميه، المواضيع الترندي. زي شفتي موضوع لورل ولا ياني؟ ما شفتها. انا ما شفتها. انت سمعتها ايه؟ انا سمعتها ياني. انا كمان بس هو مثل موضوع الفستان الازرق ولا ابيض ما ادري. بالظبط هو نفس الفكره، بس العاب السمع انا كنت اشوفه ذهبي صراحه. الفستان بجد انا كنت شايفها ازرق. اه جدا. لا انا كنت اشوفها ذهبي. ذهبي انا شفت. كل شويه تطلع حاجه كده هوبا تلاقي العالم كله بيتكلم عليها، وهي حاجه ما هي ملهاش اي افاده يعني. هو لو لورل ولا ياني بس هو شيء غريب. انت سمعتها ياني؟ خلاص انا سمعتها ياني. بجد انت ما سمعتهاش اصلا شكلك. لا دي الحاجات اللي بتظهر فجاه، فهتلاقونا دايما بنتابع الترندز وايه اللي موجود والعالم كله بيتكلم عن ايه. هنتكلم عن السوشيال ميديا اكتر، وهنتكلم اكيد الفتره الجايه عن المسلسلات واللي بيحصل، لانه في رمضان بيبقى فيه متابعه ونم على المسلسلات. عندنا مواضيع مختلفه ومسابقات زي ما قلت لكم، جوائز، وهنتكلم في مفاجآت ومواضيع بتهم الشباب بتهمنا. بس احنا في النهايه يعني مبسوطين ان احنا ابتدينا معاكم اول حلقاتنا، واشوفكم بكره ان شاء الله في نفس الميعاد. Bye.